بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 84. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أول أسئلة هذا اللقاء سؤال من المرسلة خاء ميم، تقول: زوجي يسكر ويدخن، وعندما يأتي إلى البيت فإما أن يحضر معه من أصحابه السيئي الخلق مثله، أو يضربني أنا وابنتي، وأحيانا يخرجنا من البيت، وربما سهر وتركنا وحدنا في البيت، وأنا خائفة على نفسي وابنتي منه، فهل يجوز لي في هذه الحالة طلب الطلاق؟ لما أعلم أنه يحرم على المرأة طلب الطلاق لغير سبب، وهل إذا رفض يجوز أن أطلق منه بحكم القضاء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الذي يدمن على شرب الخمر والعياذ بالله، ويسكر ويسهر ويصاحب الأشرار، هذا لا يصلح أن يكون زوجا للمسلمة المستقيمة، لئلا يؤثر عليها ولئلا يضرها كما ذكرت السائلة من تصرفاته القبيحة. فلها أن تطلب الفراق عن طريق المحكمة، عن طريق المحكمة الشرعية، والمحكمة تنظر في هذا الأمر، فإن طلقها وخلصها من شره، وإلا فللمحكمة النظر في هذا الأمر ورفع هذا الحرج عن هذه المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل رمز لاسمه بالحروف كاف جيم من المحمدية، يقول: ما العلاج لمن يخاف من الموت خوفا شديدا، ولكنه لا يعمل أعمالا كثيرة تقربه إلى الله، وفي بعض الأحيان يأتيه تفكير عجيب فيقول: ليس هناك موت ولا بعث، وليس هناك أنبياء، وأحيانا أعاذنا الله من هذا يقول: ليس هناك رب وليس هناك موت، ثم يعود بعد قليل إلى عقله ويستغفر لقوله، فماذا تنصحونه وما العلاج في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا عنده وساوس شيطانية، يجب عليه توبة إلى الله وترك هذه الوساوس والإكثار من ذكر الله عز وجل، ولا تضره هذه الوساوس ما دام لم يتكلم بها. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فعليه أن يرفض هذه الوساوس وأن يتوب إلى الله ويقبل على ذكر الله وطاعة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الشيطان إذا وسوس لابن آدم فقال له: من خلق الله؟ فإنه يجب عليه أن يقف عند ذلك، أن يتوقف عند ذلك، ويقول: آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه. آمنت بالله. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة كافها من البكيرية تقول: هل يجوز صبغ الشعر بالصبغات الكيماوية المختلفة وصبغ الحاجبين بدلا من نتفهما؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الشعر إذا كان مشوها فإنه يغير تشويهه بالصبغ المناسب غير السواد الخالص، أو كان فيه شيب فإن الشيب يغير أيضا، لكن بغير السواد الخالص، بل باللون المناسب غير السواد الخالص. أما الشعر الذي على طبيعته وليس فيه تشويه فإنه يبقى على ما هو عليه ولا يغير. نعم. السائل محمد علي يقول: إذا شك الإمام في الصلاة الرباعية ولم يعلم أصلى ثلاثا أم أربعة ثم سلم، وبعد السلام أخبره بعض المأمومين أنه لم يصلي إلا ثلاثا، في هذه الحالة هل يكبر الإمام تكبيرة الإحرام للرابعة، أو يقوم فقط ويقرأ الفاتحة دون تكبير؟ وما موقع سجود السهو، قبل السلام أو بعده؟ إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم تذكر أو ذكر لأنها ناقصة، فإنه يعود ويستقبل القبلة، الإمام يستقبل القبلة ثم ينهض قائما بدون تكبير، يكفي التكبير الذي قام به من السجود، الذي قام به من السجود يكفي، يقوم بدون تكبير ويقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها، أو لا يقرأ بعدها شيء، لأن هذه الركعة الأخيرة تعتبر، لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا.
ثم يجلس بعدها ويتشهد التشهد الأخير، ثم هو بالخير. إن شاء يسجد قبل السلام سجدتي السهو، وإن شاء يسجد بعد السلام وهذا أحسن. السجود بعد السلام في هذه الحالة أحسن، لأنه سجود عن زيادة في الصلاة وهو السلام قبل إتمامها. نعم. السائل عبد الله القحطاني يقول: ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية أن الناس في الإيمان ثلاثة أصناف: مؤمن مصدق وهو الناجي، وجاهد مكذب، وشاك متردد. فهل هذا التردد هو ما قد يجده الإنسان في نفسه أم ماذا؟ وهل من شرح لهذا التقسيم؟ جزاكم الله خيرا. الشك كفر والعياذ بالله. الشك في القلب، العقيدة والإيمان، هذا كفر. نعوذ بالله. إنما الذي لا يضر هو الوسواس. إذا كان عند الإنسان وسواس، هو مؤمن مصدق ولكن يعرض له الوسواس، لعل هذا ما أشكر على السهل ولم يتكلم به، هذا لا يضره إن شاء الله. أما إذا كان شاكا في قلبه ومترددا فهذا كافر. نعم. تصنيف الإمام الطحاوي رحمه الله إلى أن هذا طيب. لا شك أن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام، إما مؤمن مصدق صحيح الإيمان، وإما كافر جاحد والعياذ بالله، وإما متردد شك وشاك متردد. الشك هو التردد بين أمرين لا يترجح أحدهما، هذا هو الشك، فهذا مثل الأول، كافر والعياذ بالله. السائل سين سين من الطائف يقول: ما الحكم إذا خرج الدم من أنف الإنسان وهو في الصلاة؟ وهل خروج الدم من السن أو الجلد عفوا بلا قصد ينقض الوضوء؟ الدم اليسير لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. يقول: وإن تعمد ذلك؟ أما إذا كان كثيرا، إذا كان الدم كثيرا فهذا موضع خلاف بين العلماء، والأحوط أنه يعيد الوضوء، أنه يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء ويستأنف الصلاة من جديد، هذا هو الأحوط. نعم. يقول في آخر سؤال: وإن تعمد ذلك؟ ما في فرق بين العمد وبين المهم خروج الدم. خروج الدم إن كان بكمية يسيرة فهو لا يضر، وإن كان بكمية كثيرة فهذا موضع الخلاف بين العلماء. منهم من يرى أنها تبطل صلاته فيلزمه الخروج من الصلاة وإعادة الوضوء واستئناف الصلاة من جديد، ومنهم من يرى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وهذا قول فيه قوة في الحقيقة. نعم. فللإنسان أن ينظر، يعني يمكن أحيانا يأخذ بهذا وأحيانا يأخذ بهذا، إن كان في سعة فيتوضأ، وإن كان في ضيق كما في الحرم مثلا أو في الحج فيأخذ بالقول إذا الثاني. إذا أمكنه أن يأخذ بالاحتياط فهو أحسن، لا شك. إذا أمكنه أن يأخذ بالاحتياط فهو أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا. المرسلة ميم راء من القصيم تقول: سمعت أن المرأة المتزوجة يجوز لها ألا تعمل في منزلها من بعض الأعمال كالطبخ والتنظيف، وكذلك الرجل يجوز له ألا يذهب بها إلى المستشفى ليعالجها، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا أوجب العشرة بين الزوجين بالمعروف حسب العادة، حسب عادة البلد، ومن عادة المسلمين أن النساء تشتغل في البيوت بالطبخ والغسيل والكنس والتنظيف وتربية الأولاد، هذه عادة المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على نساء المسلمين القيام بهذا العمل. وأما مسألة ذهاب زوجها بها إلى المستشفى هذا من العشرة بالمعروف، إذا احتاجت إلى المستشفى وليس هناك من يقوم بالذهاب بها إلى المستشفى من محارمها، فمن العشرة بالمعروف أن الزوج يقوم بذلك ولا يتركها للمرض والألم. نعم. لكن هذا واجب عليه شرعي أو يندب لهما؟ هذا من العشرة بالمعروف، ومن التعاون على البر والتقوى، لا يبعد أنه واجب عليه، لا يبعد هذا. كيف يتركها تتألم وتتوجع من المرض فهو يقدر على الذهاب بها؟ هذا لا يليق به. نعم. كذلك قيامها بخدمته أيضا، هذا ذكرناه، قلنا أن النساء الصحابة وهن أشرف النساء يقومن بأعمال البيوت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقوم بأعمال بيتها وتحمل الماء على عاتقها، تحمل القربة على عاتقها، وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فنساء المسلمين ما زلنا على هذا ويعملن في البيوت ويقومن، وهذا يحصل به التعاون بين الزوجين، الزوج يعمل خارج البيت ويكتسب لأهل البيت، والمرأة تقوم بعمل البيت وتريح الزوج من عمل البيت، فيحصل التعاون في هذا. أحسن الله إليكم. المرسل سين زاي حاء من الرياض يقول في سؤال طويل: إن شغلت يوم الجمعة من الضحى حتى العصر ولم أتمكن من قراءة سورة الكهف، وبعد أن انتهيت من عملي عصرا جلست لأستريح فنسيت القراءة، ثم ذكرت قبل أذان المغرب بخمس دقائق فقط فقرأت، ولكن حان الأذان أذان المغرب وأنا لم أقرأ سوى صفحة واحدة من أول السورة، فواصلت وانتهيت بعد الأذان بكثير، فهل في هذه الحالة لا يكتب لي الأجر في قراءة سورة الكهف
لأن وقتنا هذا الجمعة انتهى، وماذا أفعل؟ فإني لم أحفظها لأقرأها عن ظهر غيب، وما حكم عملي هذا؟ أرجو توضيح آخر مدة لقراءة السورة، شاكرا لكم وجزاكم الله خيرا. قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويوم الجمعة ورد فيها شيء من الدليل، وإن كان ليس بالقوي، فمن قرأها في هذا اليوم فحسن، وإذا فات اليوم وغابت الشمس من يوم الجمعة ولم يقرأها فاتت قراءتها في هذا اليوم، لكن يقرأها في أي وقت يشاء، لأن القرآن يتلى دائما وأبدا وله أجر التلاوة في أي وقت. نعم. السائلة أم عبد الرحمن من الهفوف تقول: في ليلة العرس تلبس العروس ثوبا أبيض وتضع على رأسها غطاء أبيض وتكون حقيبتها بيضاء، وكذلك الشراب والقفاز والجزم أكرمكم الله أيضا، فهل هذا من التشبه بالرجال من حيث الملبس؟ وهل إذا قصد بلبسه ترك السواد تطيرا أو نحو ذلك، هل في ذلك محذور؟ أفتونا مأجورين، وبماذا توجه؟ الواجب على المرأة أن تلبس ما جرت العادة بلبسه في نساء بلدها، وأن لا تخالف عادة بلدها في اللباس، فإذا كان عادة النساء في البلد لبس لون معين خاص بالنساء فإنها تلبس ذلك ولا تخرج عليه، لأنها إذا خرجت عليه صار ذلك من الشهرة، هذا هو المطلوب. ربما أصبح مثل هذا هو المشهور لها. ولم يكن عند المسلمين، لم يكن معروفا عند المسلمين أن العروس تغير ملابسها من الملابس العادية للنساء في بلدها إلى البياض في هذه الليلة، هذا لم يكن من عادة المسلمين، وإنما هو من التقليد المستورد، يجب ترك هذا الشيء. نعم. حسن الله عليكم. السائلة مها عين من المزاحمية تقول: رجل على لسانه اللعن والشتم دائما لمن حوله ولو لم يغضب، فما حكم التعامل معه؟ وهل يجوز تركه وهجرانه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. التعامل معه بالبيع والشراء والمعاملات المباحة لا بأس به، وإن كان سيء النطق متفحشا في الكلام يجب فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل حتى يتوب، لكن التعامل معه في المعاملات المباحة من بيع وشراء ونحو ذلك لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السائل علي محمد من الخبر يقول: ما الفرق بين العقوبة والابتلاء؟ فمثلا قد يصاب إنسان بمرض خطير ربما يكون عقوبة له وربما يكون ابتلاء من الله، فكيف نفرق بين ذلك؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال، الله جل وعلا لا يوقع بعبده شيئا من المكاره إلا لحكمة، فالكافر ما يقع فيه من المصائب عقوبة له بلا شك، عقوبة عاجلة، وأما المؤمن فإنما يصيبه إما يكون تكفيرا لخطاياه أو يكون رفعة لدرجاته، وقد يجري عليه الله ذلك من باب الابتلاء والامتحان ليظهر صبره واحتسابه، وكما في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه، فقد يكون هذا من باب العقوبة، قد يكون من باب التكفير والتمحيص، وقد يكون هذا من باب الابتلاء والامتحان ليظهر الصابر المحتسب من غيره. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل غين قاف من الرياض يقول: رجل يريد الزواج ولكن أباه يعارضه ويقول: إنك لا تعرف من أمور الزواج شيئا، أي لا تعرف أن تختار المرأة المناسبة لك وأنا سأختار لك، وكلما قلنا له هذه المرأة تناسبه قال: لا، هذه ليست جميلة، وهذه ليس شعرها طويلا، وهذه فيها كذا، وهذه فيها كذا، أعذار ليست ذات أهمية. فغضب الرجل الذي يريد الزواج ومرض مرضا نفسيا شديدا بسبب أنه لا يريد إغضاب أبيه، فترك التفكير في الزواج كلية، فهل هذا الفعل صحيح من جهة الأب والابن؟ أي هل يحق للأب فعله؟ وهل عصيان الولد له في ذلك عقوق؟ وبماذا تنصحونهما؟ شكر الله لكم وجزاكم خيرا. لا شك أن تصرف هذا الوالد خطأ كبير، الواجب عليه أن يتعاون مع ابنه على إعفاف نفسه، وأن لا يقف في طريق زواجه حتى وصل الحد إلى أن الابن تأثر بذلك وكره الزواج بسبب تعقيدات هذا الوالد. الواجب التعاون، وأن الوالد يحرص كل الحرص على إعفاف ابنه بالزوجة الصالحة، وليس من شرط الزوجة أن تكون كاملة من كل وجه، ليس فيها أي نقص، وإنما الضابط في ذلك ما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اظفر بذات الدين تربت يداك، فالضابط هو الدين، فإذا توفر في المرأة الدين فإن غيره
ينجبر. وأما إذا كانت سيئة الدين فمهما كانت من الجمال، مهما كانت من أعمال، فإنها لا تصلح زوجة للمسلم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسل من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف خاء سين هاء، يقول: ما الصحيح من الأحاديث في فضل قراءة هذه السور البقرة وياسين والملك والإخلاص والمعوذتين؟ نعم، أما البقرة قد جاء أنها سنام القرآن، وأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأنها لا تطيقها البطلة عن الشياطين، وأنها تأتي يوم القيامة هي وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وأما سورة ياسين فورد أنها تقرأ على المحتضر الذي في سياق الموت، تقرأ عنده حتى يسمعها وتذكره بالتوبة وشهادة لا إله إلا الله، وأيضا يحسن الرجاء بالله عز وجل إذا سمعها، يحسن الرجاء بالله عز وجل ويموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وأما سورة الإخلاص فقد جاء أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك في الثواب والأجر لما تشتمل عليه من صفات الرب سبحانه وتعالى، وكذلك المعوذتان لما فيهما من الاستعاذة بالله من شرور الخلق وشرور وساوس الشياطين، فهما سورتان عظيمتان. ويستحب قراءة هذه السور الثلاث وسوى آية الكرسي بعد كل فريضة، وأن تكرر السور الثلاث ثلاث مرات بعد الفجر وبعد صلاة المغرب. وأما في بقية الصلوات فتقرأ مرة بعد قراءة آية الكرسي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل رمز إلى اسمه بالحروف فاء ألف، يقول: ما معنى قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله في الآية الأخرى: تبيانا لكل شيء؟ وهل نواجه بذلك من يقول إن في العلم الحديث والكشوفات ما ليس في القرآن؟ كيف الجمع بين هذا وذاك؟ جزاكم الله خير. أما قوله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قالوا هذا هو اللوح المحفوظ، أن كل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ما جرى وما يجري الله أكبر فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، فهو الكتاب العظيم العام الشامل الذي كتبت فيه مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. والآية الأخرى تبيانا لكل شيء. نعم، القرآن تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس في أمور عباداتهم وعقائدهم، فما ترك شيئا يحتاجه الناس في أمور عباداتهم وعقائدهم ومعاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم إلا وبينه القرآن، وإلى جانبه السنة النبوية لأنها تفسر القرآن وتوضحه. أما أمور الدنيا والحرف والصناعات فهذه يدركها الناس بتجاربهم وبمداركهم، إنما الكلام على الأمور التي لا يدركها الناس بعقولهم ومداركهم، أمور العقيدة، أمور العبادات، أمور المعاملات الحلال منها والحرام، أمور الأنكحة، أمور الآداب والأخلاق، ما يرضاه الله منها وما لا يرضاه، هذا لا يدركه الناس إلا بالوحي. أحسن. بالوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالقرآن وببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، في نهاية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على حسن بيانه وجوابه، ونسأل الله لنا وله التوفيق، ولكم نشكر لكم أيضا حسن استماعكم، ولكم تحية من زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، ونحن نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. والسلام عليكم.